مباراة بالميراس وضربات الجزاء ودايما العيب الاكبر بيبقى على حارس المرمى. انت ما شاء الله لا قوه الا بالله عليك، ضربات الجزاء بقالنا فتره كبيره الشناوي يعني ماشي بشكل ممتاز، ان شاء الله تستمر على كده طبعا في تصدي ضربات جزاء، وهي بتبقى حاجه صعبه. ازاي بتقدر تهيئ نفسك نفسيا قبل ضربات الجزاء الترجيحيه وبيبقى فيها ضغوط كبيره جدا بالتحديد على حراسه المرمى؟ مفيش طبعا، من كتر الواحد يعني احنا اتفرجنا على الفرقه دي كويس جدا، واحنا عارفين ان بعد المباراه على طول ضربات جزاء، يعني بيبقى معايا ميشيل ومعايا طبعا الاثنين بيشو وموسي طبعا بيحللوا المباراه وبيجيبوا لنا كل حاجه بضربات الجزاء بكل حاجه. في بيبقى لعيبه موجوده احنا عارفين بيشوطوا فين، وفي ناس مش عارفين بيشوطوا فين، بس احنا بنكون دارسين كويس. هو مفيش اي حاجه بتيجي الا انت لازم تكون بتتعب وبتجتهد وبتذاكر، ده شغل في الاول وفي الاخر. طبعا احنا كده كده كلنا بنشتغل وكلنا بنجتهد وكلنا كل اللي موجود هنا بيشتغل، عشان كده بيبقى في الاخر بيبقى في حاجه انت عملتها تمام. الحاجه اللي احنا عملناها اللي احنا خدنا الحمد لله برونزيه، انت ما تشتغل وتجتهد، كل المذنوبه كلها تشتغل وتجتهد، هيبقى في حاجه كويسه في الاخر يعني. الحمد لله طبعا بيبقى في ضغط نفسي والكلام ده كله وفي عيب كبير، بس في الاول وفي الاخر توفيق ربنا يعني. الحمد لله كان معايا، واهم حاجه كان معايا في المباراه ديت اللي احنا ناخد منديه ونفرح الشعب المصري كله وجمهور الاهلي وكل الناس يعني. البعض دايما بيتكلم على ان ضربات الجزاء بتبقى توقع، والبعض يقول لا بتبقى قرايه من حراسه المرمى، الشناوي بيتعامل معاها ازاي بالظبط؟ كده ولا كده؟ لا تمام يعني اكيد ضربات الجزاء بالذات مش انا مش من مش مدرسه التوقع خالص، انا بتفرج على اللعيبه. على فكره ممكن اللعيبه تبقى اللعيبه كمان اللي انا بلعبها بتبقى عارفه اللي احنا بنفرجين عليهم يعني، على فكره بتبقى صعبه عليا انا كمان ان هو ممكن يغير، بس احنا بنحط النسبه الاكبر ان هو يحط في نفس الزاويه دي يعني. بس احنا بنتكلم ان في برضه في لعيبه ما اتفرجتش عليها خالص، ده في الوقت ده بلعب على الكوره يعني، بشوف يعني حتى كمان القانون الجديد بيحكمنا ان احنا ما نتحركش، لازم نرجع على الخط والكلام ده كله. لا انا من مدرستي ده بلعب على الكوره، وطبعا الحمد لله انا ربنا بيوفقني فيها والحمد لله يعني الفتره الجايه ان شاء الله.